بتعاني من وجع بالمفاصل؟ جرب هالطريقة، وقف الكربوهيدرات لمدة 7 لـ10 أيام، ممكن تحس بمفاصلك عم تتحسن بشكل كبير. خليني أقولك ليش. لما تاكل كربوهيدرات أو سكر والسكر يعلى بالدم، لازم يروح على الخلايا كرمال تيستعملوه كطاقة، بس إذا الخلايا مليانة السكر ما رح يقدر يفوت على الخلية، هذا الشيء بنسميه مقاومة أنسولين. فلما السكر ما يقدر يفوت على الخلية، بضل بالمساحة بين الأوعية الدموية والخلية وبياخد معه مي، وهون المشكلة. السكر بحب يلزق على البروتينات بالدم، وخاصة الكولاجين اللي موجود بالمفاصل، بالأوتار، الأربطة، العضلات، وحتى كبسولات أعضاء الجسم. لما السكر يلتزق بالكولاجين ببلش يخربه، جهاز المناعة بحاول يصلحه، بيستعمل الكالسيوم لهالشي، وبالنتيجة مع الوقت تتكون تنتقات عظمية، ولهيك المفاصل بتبلش تصير متيبسة وبتوجع، والدكاترة أوقات بيقترحوا عليك تبديل الركبة أو الورك. فالخبر الحلو، إذا شلت الكربوهيدرات لمدة أسبوع تقريباً، السكر والمي بيتركوا هالمطرح، والمفاصل بتصير تتحرك أسهل، وأقل تيبس وأقل التهاب، وهيك جسمك بيكون عم يستجيب لما السكر يترك الكولاجين. جرب هالطريقة لمدة 7 لـ10 أيام وخبرني بالكومنت كيف بتحس بمفاصلك. إذا هالفيديو عجبك تابعني لمزيد من النصايح عن المفاصل والكيتو.